حسناً، سأعرض لك اليوم أشياء لم ترها من قبل، وأخبرك بأشياء لم تعرفها من قبل. واو، الكل في فيديو واحد، يا لها من صفقة. على سبيل المثال، نافورات المياه الغازية في مطاعم الوجبات السريعة، نرى جميعاً الجانب الجميل منه. لكن هل تساءلت يوماً من أين تأتي كل هذه الصودا؟ اسمحوا لي أن آخذكم في جولة وراء الكواليس. تدعى، اتضح أنها كومة من الصناديق ذات الأنابيب، لذلك عندما ينفد المشروب يغير الموظفون الصندوق ويوصلون الأنبوب مرة أخرى. حسناً، دعنا نلقي نظرة خاطفة على مكانين آخرين لا نراهما عادة. هذا على سبيل المثال ما ستراه إذا قمت بقص شاشة جهاز ماك مفتوحاً، وإليك ما هو مخفي وراء المجففات في مغسلة عامة. اليوم تمتلك 4 من كل 5 أسر في الولايات المتحدة الأمريكية مجففاً، ولكن لم يكن امتلاكها متاحاً على نطاق واسع عندما ظهرت لأول مرة في الخمسينيات من القرن الماضي، لأنها كانت باهظة الثمن بالنسبة لصاحب المنزل العادي. شراء البقالات ليس ممارسة غير شائعة، وقد مررنا جميعاً عبر ثلاجات الألبان مليون مرة، لكن هل تساءلت يوماً عن ما وراءها؟ تبين أنها مجرد رفوف، ويقوم موظفو المتجر بتكديس المنتجات من الجانب الآخر. إنه منطقي تماماً، لكنني لم أتخيله أبداً على هذا النحو. تظهر هذه الصورة ما يوجد خلف أزرار المصعد. من الواضح أن هناك مجموعة من الحبال، جميع الأزرار موصولة بجهاز كمبيوتر يدير المصعد. كيف يعرف الكمبيوتر مكان المصعد في وقت معين؟ هناك العديد من الأنظمة الممكنة، ولكن الأكثر شيوعاً هو وجود شريط عمودي طويل مع سلسلة من الثقوب. يحسب المستشعر عدد الثقوب التي تم تجاوزها، وهذه هي الطريقة التي يتم بها تحديد موقع المصعد. حسناً، هناك أيضاً بعض الأشياء الشائعة التي نعرفها جميعاً، لكن الهدف منها يظل لغزاً بالنسبة لمعظم الناس، لذا اسمحوا لي أن أشارككم هذه الأسرار. كانت تلك المسامير المعدنية على الجينز موجودة منذ البداية. أضاف جيكوب ديفيس، الرجل الأيقوني الذي صنع أول بنطال من الجينز، المسامير النحاسية إلى الأماكن التي يرجح تمزق البنطال فيها. اليوم لديهم غرض زخرفي ومميز أكثر، لأنها سمة تقليدية للجينز يعرفها الجميع. أراهن أنك تعلم أن هناك حلقات إضافية على بعض الأحذية. لا، فهي ليست للعرق أو التهوية، هذه حلقات إضافية للأربطة، تماماً مثل الحلقات الأخرى التي تستخدمها، لكنهم موجودون لربط حذائك حول الكاحل لمنع قدمك من التحرك إلى الداخل، وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تتنزه وتصعد وتهبط على التلال والممرات. هل لاحظت الكثير من أحزمة الوسط الموجودة في المعاطف والسترات؟ اتضح أنها ظهرت لأول مرة على سترات عسكرية كبيرة الحجم، بحيث يمكن جمع القماش الإضافي من الخلف ولا يتعثر الشخص أثناء العمل. اليوم تتم إضافة تلك الأحزمة فقط من أجل الأسلوب والتعود. تأتي معظم الملابس التي تشتريها مع حقيبة صغيرة من القماش أو زر أو كليهما. هذه في الواقع ليست أغراضاً عديمة الفائدة. من الواضح أنه يمكن استبدال الأزرار إذا فقدت الزر الأصلي. يمكن أن تخدم قطع القماش غرضين، يمكنك ترقيع أي قطع يحدث، ولكن الغرض الأساسي هو تزويدك بعينة من القماش بحيث يمكنك استخدامها لاختبار منتجات الغسيل المختلفة عليها ومعرفة ما يحدث للقماش. الآن بوم بوم على القبعات الصوفية. هل تعلم أن البحارة كانوا يرتدون قبعات مع بوم بوم في القرن 18 لحماية رؤوسهم في حالة إيقاظهم عن طريق الخطأ؟ كان الناس العاديون يرتدونها في اسكتلندا، وكان لون بوم بوم يدل على الحالة الاجتماعية للشخص. عاد الناس إلى ارتداء القبعات مع تلك العناصر الزخرفية اللطيفة خلال فترة الكساد الكبير. إنها مصنوعة من خيوط إضافية، لذلك كانت طريقة رخيصة لتزيين قبعتك. إذا كنت قد لاحظت، فإن بعض الأرصفة بها لوحات صغيرة بها نتوءات. معظم الناس لا يهتمون بها كثيراً، لكنها مهمة جداً للأشخاص المعاقين بصرياً، فهي تشير إلى منحدر يؤدي بعد ذلك إلى ممر المشاة.
أيضا تشير العديد من الأنماط إلى أشياء مختلفة. هل لاحظت أن أيقونة خزان الوقود على لوحات أجهزة القياس بالسيارات بها سهم صغير بجانبها؟ حسناً، السهم له غرض، فهو يشير إلى جانب السيارة حيث يوجد خزان الوقود، مفيد جداً للأشخاص كثير النسيان الذين يتساءلون باستمرار عن الجانب الذي يوجد فيه الخزان، وأيضاً لأولئك الذين يقودون سيارات الإيجار من حين لآخر. الإجابة مباشرة أمام عينيك. إذا لم تتمكن من العثور على السهم على لوحتك، فإن خرطوم الوقود على الأيقونة يشير إلى الجانب بدلاً من ذلك. على ظهر العديد من منتجات المكياج والنظافة الشخصية يمكنك العثور على هذا الرمز بعلامات مثل 6M و12M و24M. هذا هو عدد الأشهر التي يمكن أن تستخدم فيها هذا المنتج قبل أن تتخلص منه. قد تعلم أن الصفارات تعمل بشكل جيد حتى لو لم تكن الكرة بداخلها، ومع ذلك فإنها بها واحدة، لكن لماذا؟ على الرغم من وجود صوت بدون الكرة، إلا أن الضوضاء التي تصدرها خافتة جداً ولا يمكن تمييزها بشكل كاف. لكن عندما تحتوي الصافرة على كرة بداخلها فإنها تبدأ في التحرك مع كل ضربة، مما يؤدي إلى إنشاء نغمات مختلفة وجعل الضوضاء أكثر وضوحاً. تحتوي عصا المصاصة على تلك الثقوب المربعة في نهاية العصا لسبب ما أيضاً. عندما توضع الحلوى على العصا يدخل بعضها في الفتحة مثبتاً جزء الحلوى. بهذه الطريقة تكون كرة الحلوى أو أي شكل آخر أقل عرضة للسقوط من العصا. نعم، تصبح مشكلة عندما يحدث ذلك. تحتوي أشرطة القياس على مسمار معدني في نهايتها. يعرف معظم الناس أنه يمكنك استخدامه لإلصاقه بجانب السطح الذي تقيسه، ولكنه ليس الشيء الوحيد الرائع فيه. انظر، هناك أيضا فتحة صغيرة يمكن استخدام هذه الفتحة لتعليقها على مسمار مرة أخرى لتحرير يديك ومواصلة القياس. يحتوي الجزء السفلي من نهاية الشريط على حافة مموجة ستساعدك على وضع علامة إذا لم يكن لديك أداة تعليم. هل تساءلت يوما عن سبب انحناء شفرة الشريط؟ حسنا، يساعد في إبقائه مفرودا عند التمدد. ألقي نظرة فاحصة على الشفرة. بصرف النظر عن الأرقام والعلامات، هناك أيضا ألماس أسود توجد كل 19.2 بوصة، وهي مفيدة لعمال البناء لروافد هندسة الفضاء. يمكن أن تكون مفيدة لك أيضا إذا كنت تريد تعليق شيء ثقيل على سبيل المثال. سيحدد الماس المركز الدقيق للمسمار والذي يتم وضعه على بعد 16 بوصة من بعضها البعض، ويمكنك حفر شيء ما في هذا المركز للتأكد من أن كل ما تعلقه بأمان. تحتوي معظم العملات المعدنية على حواف، وهذا هو إرث الأيام الخوالي. كما ترى في الماضي تم ربط جميع العملات المعدنية بمعيار فضي. كانت كمية الفضة المستخدمة في عملة معدنية متناسبة مع قيمة العملة المعدنية، لذلك كلما تم استخدام الفضة الفعلية في صنع العملة زادت قيمتها. مرحبا أيتها الفضة، هل تتذكر فيلم الحارس الوحيد؟ الفضة كانت اسم حصانه. لا تهتم. على أي حال، كانت جميع العملات المعدنية تحتوي على معدن ثمين، وبدأ بعض الأشخاص في تقشير القليل من الفضة منها. لم يلاحظ أن أحداً بعينه فعل ذلك، ولكن إذا تم إجراء تلك العملية عدة مرات، يمكن للناس الحصول على قدر كبير من هذا المعدن الثمين. لذلك ولمنع الاحتيال، تم عمل تلك الحواف لأسباب أمنية. لذلك إذا حاول شخص ما تقشيرها، فستختفي الحواف، ولن يقبل أحد هذه العملة بعد الآن. فكرة ذكية. اليوم لا أحد يصنع عملات معدنية من الفضة. العملات المعدنية تمثل القيمة فقط، لكن الحواف هي نوع من التراث الثقافي الآن. وأخيرا، غالبا ما يكون على إبريق الحليب البلاستيكي دوائر مقلوبة على جانب واحد أو أكثر، ليس مثل دوائر المحاصيل الغريبة. هذه النقرة موجودة لجعل الإبريق أكثر مقاومة ولمنعه من الانفجار في حالة سقوط الإبريق على الأرض. تعطي تلك النقرة مساحة أكبر للسائل ليتوسع. أيضا مع اقتراب تاريخ انتهاء الصلاحية، تبدأ الميكروبات الموجودة في الحليب في طرد بعض الغازات. نظرا لوجود المزيد منها بالداخل، فإن الضغط في الإبريق آخذ في الازدياد. تعتني النقرة بالتمدد وتمنع الإناء من الانفجار، والأبقار تبتهج لأن عملها الشاق لا يضيع هباء. يحتوي البسكويت المملح على الثقوب لمنعه من التشقق والكسر أثناء خبزه، فلولا وجود هذه الثقوب لتراكم البخار داخل البسكويت وأدى إلى تفتته. انظر إلى زجاجة الكولا،
وستلاحظ وجود قرص داخل غطاء الزجاجة. يساعد هذا القرص على إغلاق الزجاجة بإحكام ومنع فوران المشروب لحمايته من فقدان غازاته. وصممت زجاجات الكولا بعنق طويل للإمساك بها من هذا المكان. بهذه الطريقة سترفع حرارة يدك من حرارة الجزء العلوي من الزجاجة بدلاً من تسخين المشروب كله. من الصعب عليك رؤية طعامك أثناء وجوده في الميكروويف لوجود تلك الشبكة السوداء المزعجة التي تغطي النافذة، لكنها موجودة لمنع الأمواج الدقيقة الضارة من الخروج. يطلق على هذه الشبكة اسم قفص فاراداي، وتوفر الحماية لك ولطعامك. يشكل النيتروجين 43% من محتوى أكياس رقائق البطاطا، مما يشعرك وكأنك تشتري نصف كيس من الهواء، لكن في الواقع يحدث العكس تماماً. يتفاعل الأكسجين، الغاز الذي نتنفسه، مع الرقائق ويؤدي إلى تعفنها بسرعة، لهذا يسمى بالمؤكسد. بينما النيتروجين غاز خامل يساعد في الحفاظ على المواد الغذائية طازجة، كما ويحميها من التعرض للكسر خلال عملية نقل المنتج. يمكنك كيس رقائق البطاطا المليء بالغاز من الاستمتاع بتناول الرقائق المقرمشة دون أن تتحول إلى فتات. تحتوي الدونات على ثقب في المنتصف لمساواة النضج بين الجزئين الداخلي والخارجي، فقبل إضافة الثقوب غالباً ما نتج الجزء الداخلي منها كالعجين بينما الجزء الخارجي مقرمش. لم يكن الهدف من وضع الهوامش على الورق كتابة التاريخ وقوائم الترقيم، حيث وضعت في الأساس لتؤدي وظيفة الحماية. شكلت الجرذان في الماضي مشكلة كبيرة أرقت الكثير من الناس، وكان الورق من وجباتها المفضلة، لهذا وضعت الهوامش كإجراء وقائي، إذ تقضم الجرذان الورق الفارغ بدلاً من قضم كتاباتك الهامة. هذا الثقب الموجود في عود المصاصة ليس للحماية من الاختناق حال ابتلاعها، الغرض الفعلي منه هو إبقاء الحلوى ثابتة في مكانها، إذ يتدفق المقدار الزائد من الحلوى إلى داخل الأنبوب والفتحة، وعندما تصبح الحلوى صلبة يثبت هذا الثقب المصاصة في مكانها، فلو وضعت الحلوى على عود ناعم لانزلقت منه بسهولة. يرافق المكنسة الكهربائية العديد من الملحقات، ولكن هل يعرف أحد منا الغرض الفعلي من ذلك الملحق ذو الشعيرات الطويلة؟ إنه لإزالة الغبار، وهو مثالي لتنظيف اللوحات الفنية ذات الإطارات إضافة إلى تنظيف الستائر والمصابيح. ما الفرق بين الشماعة الخشبية والشماعة البلاستيكية؟ إلى جانب الحفاظ على ملابسك مرتبة، تساعد شماعات خشب الأرز على طرد العث والبق. لا يقتصر استخدام الملح على الطهي فقط، إذ يمكنك استخدامه أيضاً للتخلص من الروائح الكريهة. يساعد فرك الملح بأطراف أصابعك بعد تقطيع الثوم على التخلص من رائحته العالقة بيديك، كما يمكنك التخلص من الرائحة الكريهة للأحذية بالطريقة ذاتها. تحتوي محمصة الخبز على شريحة منزلقة سرية في الجزء السفلي من الجهاز، ويمكنك إزالتها لتنظيف فتات الخبز المزعج. إن سبق وواجهت مشكلة في إخراج قطع الشوكولاتة من صندوقها، فابحث عن تلك الثقوب الصغيرة الموجودة حولها، لقد وضعت لمساعدتك، فإذا دفعت الحفرة المجاورة لقطعة الحلوى ستنبثق الحلوى للأعلى بسهولة. عند شرب رشفة من فنجان القهوة ذو الغطاء، فإنك تقلل من ضغط الهواء الموجود داخل الكوب، لهذا يحاول الهواء الدخول. يتيح الثقب الصغير الموجود على الغطاء دخول الهواء منه ليخرج السائل من الفتحة الرئيسية بسلاسة. والمزيد عن أغطية المشروبات، تمكن الأزرار الصغيرة الموجودة على الأغطية العمال في المقاهي والزبائن أيضاً من معرفة محتوى الكوب، إذ يوجد اسم قرب كل زر، تحقق فقط من الزر الذي دفع إلى الأسفل. تشير الأرقام الموجودة على ثمار الفاكهة إلى الطريقة التي نمت بها الثمار بالضبط، فإن رأيت ملصقاً يحمل 4 أرقام أولها 4 أو 3، فهذا يعني أن الثمرة تعرضت للرش بمبيدات الآفات، وإن رأيت 5 أرقام أولها الرقم 9، فتلك إشارة إلى زراعة الثمرة بطريقة عضوية، وإن كان الملصق مكون من 5 أرقام أولها 8، فقد تم تعديل الثمرة وراثياً. وأنت متجه مع أغراضك إلى سيارتك بعد الانتهاء من التسوق، استخدم الحلقات الموجودة في عربة التسوق لتعليق الأكياس، وهكذا لن تتعرض المنتجات اللينة كالخبز والبيض والفاكهة والخضروات للسحق تحت الأغراض الثقيلة.
إن لم يكن يرافقك أحد للإمساك بالطرف الآخر من شريط القياس، فيمكنك وضع مسمار لهذا الغرض. والآن ثبت الشريط باستخدام الفتحة الصغيرة الموجودة في كل أشرطة القياس. تساعد الملعقة مربعة الشكل الموجودة في علب مثلجات ماك فلوري على مزج الآيس كريم بالحلوى. تثبت الملعقة بالآلة وتدور. عادة ما تتعطل الأقفال التي توضع في الخارج بسرعة نتيجة لتعرضها لمياه الأمطار. هل ترى هذا الثقب الصغير الموجود في الأسفل؟ صمم هذا الثقب لسكب زيت المحركات بداخله. قم بهذا وسرعان ما سيدور المفتاح في القفل بسلاسة. هل تضرب قاع زجاجة الكاتشب مراراً وتكراراً لكن لا شيء يخرج منها؟ إليك هذه النصيحة البسيطة: اقلب زجاجة الكاتشب بشكل مائل وانقر على منتصف عنق الزجاجة. يقوم الزبائن في العديد من مطاعم الوجبات السريعة بملء أكواب ورقية صغيرة مطوية للحصول على القليل من الكاتشب أو الخردل. إليك هذا الخبر السار: يفترض بهذه الأكواب أن تفتح وتتحول إلى أطباق ورقية صغيرة ليوضع فيها مقدار أكبر من الصلصة. هذا الثقب الموجود في مقبض القدر أو المقلاة ليس لتعليقهما فقط، بل يمكنك الاستفادة منه أثناء الطهي أيضاً، بوضع طرف أداة المطبخ في الثقب لتبقى فوق القدر وتحمي مطبخك من أي فوضى. الغاية من الشعيرات الزرقاء أو أي لون آخر داكن الموجودة على فرشاة الأسنان هي تذكيرك بأن الوقت قد حان للحصول على فرشاة أسنان جديدة. إن لاحظت بأن الشعيرات أصبحت باهتة اللون، فقم بتغيير الفرشاة بأكملها أو غير رأسها. للفتحة الإضافية الموجودة في الجزء العلوي من الحوض عدة وظائف خفية، فمثلاً لو نسي أحدهم إغلاق الصنبور لن يفيض الماء من الحوض ويغمر الحمام، كما أنه بفضل هذه الفتحة يتم تصريف المياه بسرعة، إذ تشكل مجراً للهواء يساعد على تدفق المياه إلى الأسفل. تحتوي معظم السحابات المعدنية على قفل مخفي بداخلها لحمايتك من التعرض للمواقف المحرجة. لا تترك السحاب مرفوعاً للأعلى حيث يقفل تلقائياً عند سحبه للأسفل. يرجع الفضل بذلك إلى تلك الأخاديد الصغيرة المخفية تحت مقبض السحاب. تنبعث الغازات من الحليب الفاسد كغيره من الأطعمة عندما تفسد. لهذا صمم وعاء الحليب البلاستيكي بشكل مقعر من أحد جوانبه، فعندما تتمدد الغازات داخل الوعاء يتمدد الوعاء معها أيضاً وينبثق الشكل المقعر للخارج. وإن أردت أيضاً حفظ الحليب لوقت لاحق ووضعه في الفريزر، فسيتمدد الوعاء عندما يصبح الحليب صلباً إذ سيشغل مساحة أكبر في الوعاء. الفائدة من رغوة الاستحمام غير محصورة بالاستمتاع بها أو برائحتها الجميلة، بل تساعد أيضاً في تنظيم درجة حرارة الماء. تحافظ الفقاعات على الماء ساخناً لتتمكن من الاستمتاع بالاستحمام لفترة أطول. عموماً ينجح هذا فقط عند استخدام أحواض استحمام مصنوعة من الأكريليك، حيث تفقد الأحواض المعدنية الحرارة بسرعة كبيرة في كلتا الحالتين. تحتوي العديد من الأكواب والفناجين على أخاديد صغيرة في الجزء السفلي منها، وهناك فائدة من وجودها: إنها مصممة لغسالات الأطباق، إذ تفسح الأخاديد الطريق لخروج الماء دون أن يسقط على قدميك عند إخراج الأكواب من آلة الغسيل. وتسمح هذه الأخاديد أيضاً بتدفق الهواء من أسفل الكوب كي لا يتشقق حتى لو كان الشاي شديد السخونة. هذا الجزء المدبب الموجود على أغطية المراهم وضع لتحقيق غرض معين، فعادة ما تغلق الأنابيب بقطع صغيرة من ورق القصدير، وبما أنه من الأفضل تجنب فتحها بإصبعك إلا إذا كنت لا تكترث لما سيحل بأظافرك، وضعت هذه النقطة المدببة لتتمكن من فتح الأنبوب بسهولة وأمان. لا تستخدم فرش الدرج المتحرك لتنظيف حذائك. قد يكون من الصعب وضع شمع التنظيف على تلك الفرشاة أثناء تحرك الدرج، بل وضعت في الأساس لحمايتك. تمنعك هذه الفرش من الاقتراب من حافة الدرج حتى لا ينتهي الأمر بمعطفك أو بنطالك الطويل بين الدرج. صممت جميع علب تيك تاك لإخراج حبة واحدة من الحلوى في كل مرة، حيث صمم الغطاء بشكل الحلوى تقريباً. اقلب العلبة ورجها برفق ثم افتحها ببطء، وستلاحظ قطعة حلوى واحدة عالقة في الغطاء. لهذا
إن كنت تفتح العبوة وترجها في فمك لتخرج منها 5 حبات أو أكثر، فذاك يعني أنك تتناول تيك تاك بطريقة خاطئة طوال هذا الوقت. لم توضع الكرات الصوفية فوق القبعات في الأساس كإكسسوار جميل، بل كان الهدف منها حماية البحارة من ارتطام رؤوسهم بأسقف السفن المنخفضة. قد تبدو تلك الأسطوانة الموجودة في نهاية الكيبل عديمة الفائدة، لكن حلقة الفيرايت هذه في الواقع مفيدة عند وجود عدة أسلاك كهربائية للتقليل من التدخل الكهرومغناطيسي. تعمل الأسلاك الكهربائية كالهوائيات غير المتعمدة، حيث تبث التدخل الكهرومغناطيسي. هناك سبب لجعل عجلة الدوران داخل الميكروويف دائرية. يوزع الجسم الدائري الحرارة بالتساوي على عكس المستطيل والمربع. عندما تضع وعاء من هذه الأشكال في الميكروويف، تتركز الطاقة على الزوايا بدلا من أن تتوزع بالتساوي كما هو الحال في الوعاء الدائري. يستخدم مقياس درجة الحرارة في جهاز التحميص عادة لتحديد مدى قرمشة الخبز المحمص الذي تفضله، لكن الاستخدام الآخر الأكثر دقة للمقياس كان لأنواع الخبز المختلفة. تسخن أنواع الخبز الأبيض والحلو بسرعة أكبر مقارنة بالخبز البني وخبز الجاودار الثقيل. كلما كان الخبز قديماً احتاج إلى المزيد من الوقت في المحمصة لضمان حصوله على اللون البني الذهبي الذي تريده. تمنحك معظم الأفران خيار ترك الباب مفتوحاً عند شوي الطبق بالداخل. ربما تعتقد أن الهدف هنا هو المساعدة في تبريد الفرن بعد الاستخدام. في الواقع الغرض منه هو التركيز على طهي الجزء العلوي من الطبق والتأكد من وجود طبقة قشرية. يمنحك التحكم في تراكم الحرارة والبخار بإخراجهما من الباب المائل قليلاً، النتيجة المرجوة دون طهي الطبق بالكامل حتى يصبح مقرمشاً. لعلك لاحظت أن غسالة الأطباق بها مناطق محددة للأنواع المختلفة من أدوات المائدة والأطباق، لكن يجب أن تكون جميع الأطباق متجهة نحو المركز وليس كلها في اتجاه واحد. تحدد أيضاً أنواع الطعام الموجودة على الأطباق المكان الذي يجب أن توضع فيه في الرفوف. وبما أن الرذاذ يكون أكثر قوة في منتصف الغسالة، يجب أن توضع هناك الأطباق الملطخة ببقع الكربوهيدرات من الطماطم والبطاطس. يكون المنظف مركزاً أكثر على الخارج، مما يؤدي إلى تنظيف يشبه تأثير الشلال. لهذا يجب أن توضع هناك البقع التي تحتوي على البروتين كبقع البيض. تقوم مراوح السقف بدفع الهواء البارد للأسفل في الأيام الحارة وتدويره في الغرفة، لكن يمكنها أيضاً أن تكون مفيدة خلال فصل الشتاء بنفس الفعالية إذا شغلت المفتاح الجانبي أو استخدمت البكرة. لذا إن كنت تريد توفير المال وتحاول تدفئة غرفتك بسرعة في يوم بارد، فقم بتشغيل المروحة. ستدفع المروحة الهواء لأعلى وتوزع الهواء الدافئ في أرجاء الغرفة، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الغرفة بكفاءة أكبر. هل ما زلت تستخدم الملاحظات اللاصقة بدلاً من تلك التطبيقات الجديدة التي تضم مختلف الأدوات؟ أهلاً بك معنا. يمكن أن تتكور الملاحظات بطريقة مزعجة بغض النظر عن الغرض الذي تستخدمها من أجله. إن واجهت هذه المشكلة فهذا ناجم عن تقشيرها من الأسفل إلى الأعلى. سيضمن تقشيرها من الجانب بقاءها مسطحة وجاهزة لتذكيرك بمهامك اليومية. هل تعلم أن فتاحات العلب لم تصنع إلا بعد مرور 50 عاماً على وجود العلب المعدنية؟ إذن كيف يمكن فتح تلك العلب؟ هناك طريقتان بديلتان إن لم يكن لديك فتاحة علب. كل ما تحتاجه هو ملعقة معدنية. ضع العلبة على المنضدة وثبتها بقوة، وأمسك رأس الملعقة بإحكام. اضغط وافرك حافة العلبة بقوة على مساحة صغيرة. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن ستتمكن أثناء الفرك من فتح حفرة صغيرة. بمجرد أن يصبح الثقب عريضاً بما يكفي لطرف الملعقة، ارفع الغطاء لأعلى وواصل تحريك الملعقة على الحافة لتتمكن أخيراً من الوصول إلى الطعام الذي حصلت عليه بشق الأنفس. تعتمد معظم المراحيض في عملها على ضغط المياه والجاذبية، لهذا لن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي عليها. ولكن إن كان مرحاضك بحاجة إلى الكهرباء كي يعمل، فلا بد أن تقلق من استخدامه عند انقطاع التيار الكهربائي. الخبر السار هو أن الكهرباء تستخدم فقط لملء المرحاض وليس لتنظيفه. وبما أن آلية الشطف لا تتعطل، افتح خزان المرحاض واسكب به الماء، وستتمكن من التخلص من كل ما تريد.
يحدث الانسداد في مجاري الاستحمام على مدى فترة زمنية طويلة، وهو أمر حتمي. نفقد يومياً ما بين 50 إلى 100 شعرة، ويبقى الكثير منها في مصارف الاستحمام. لا يشكل الشعر إلا أساس الانسداد الذي يجذب ويراكم العديد من الأشياء الأخرى. تتمثل إحدى طرق التخلص من تلك التراكمات في استخدام المكنسة الكهربائية بوضع الخرطوم في الفتحة عند إزالة القابس. ضع قطعة قماش مبللة حول الخرطوم لضمان عدم تسرب الهواء، وستمتص المكنسة الكهربائية الأوساخ المسببة للانسداد بسهولة. سيساعد هذا الإجراء في تجنب دفع أي تكاليف زائدة للسباكين، لأنهم يستخدمون التقنية نفسها. لجعل الشموع تدوم لفترة أطول، قم بقص فتائلها عدة مرات وضعها بعيداً عن الماء والرطوبة قدر الإمكان. سيضمن هذا بقاء شمع الشمعة ثابتاً ويواصل الاحتراق ببطء لفترة زمنية أطول. المساحة الفارغة بين الأجزاء في باب الفرن موجودة لسبب. يمكنك وضع فرشاة هناك لتنظيف زجاج باب الفرن. من السهل الوصول إلى هذه المساحة من خلال الجزء السفلي من الباب. افتح الرف السفلي ثم ادفع الفرشاة عبر الفتحة. قد تجد أثناء عملية إيقاف السيارة في المرآب صعوبة في تحديد مدى قربك من جدار المرآب، فلا تحتوي جميع السيارات على مستشعرات تضمن لك الحفاظ على المسافة الصحيحة قبل أن يقوم المصد بصنع فجوة على الحائط. سيساعدك وضع حبل مع كرة تنس معلقة من السقف على تحديد المسافة الصحيحة للوقوف بعيداً عن الحائط. لقد طلب منا جميعاً فك القفل باستخدام مادة التشحيم. نعم، نعلم جميعاً ضرورة وجود هذا الشيء في المنزل، ولكن إن لم نقم بذلك فإن البديل الرائع هو الرسم باستخدام قلم رصاص رمادي على حواف المفتاح ثم وضعه في القفل. واصل القيام بذلك حتى يصبح ثقب المفتاح مزيتاً بشكل مناسب ويعمل المفتاح بسلاسة. تتعرض الكماشة للتلف عند استخدامها لتعديل الحنفيات ورؤوس الدش، كما أنه من الصعب الإمساك بها. أحضر قطعاً من نهاية خرطوم حديقة قديم وثبتها بفكي الكماشة، ستجد تحسناً كبيراً في قبضتها وستتجنب تلفها. يمكنك إعادة استخدام قطع المطاط القديمة بطرق مفيدة. إن كنت تواجه مشكلة في استخدام مفك البراغي ولم تستطع تثبيته، فجرب استخدام شريط مطاطي. ضع قطعة منه فوق البرغي وستزداد قوة السحب للمفك بشكل كبير. قد يؤدي نقل القوالب الأسمنتية إلى الألم في الظهر، وحتى لو كانت لديك عربة يد. قد تكون عملية وضع الأسمنت على الأرض دون إحداث أي ضرر عملية محفوفة بالمخاطر، لكن يمكنك الاستعانة بثلاثة أنابيب أسطوانية لتجاوز ذلك. مهما كان حجم القوالب، جرب رفع حافة القالب على الأنبوب الأول بقضيب رفع، ثم ادفع القضيب وأنت توجه الأنابيب الثلاثة تدريجياً نحو الموقع المطلوب، لكن تجنب فعل ذلك على المنحدرات. يمكن للضربة الأولى على المسمار أن تحقق نجاحاً كبيراً أو أن تسبب لك ضربة على إصبعك. صمم دبوس الشعر بطريقة مثالية لتثبيت المسمار في مكانه، مما يبعد يديك عن أي مصدر للهطر ويمكنك من ضرب المسمار دون خوف. استخدم قلم تلوين شمعي بدلاً من قلم الرصاص أثناء العمل بمنشار مبلل لضمان عدم اختفاء العلامات، كما سيكون من الأسهل رؤية اللون تحت الماء العكر. قد يستغرق التحقق من المزاريب الموجودة على السطح للتأكد من حاجتها للتنظيف الكثير من الوقت، لكن يمكنك استخدام شريط لاصق لتثبيت مرآة في نهاية مكنسة طويلة والتحقق من حاجة المصرف للتنظيف. ولمساعدتك أكثر في تحقيق التوازن أثناء فحص المزاريب، قم بتثبيت حذائين قديمين في نهاية السلم، وسيمنحك ثبات الحذاء على الأرض المزيد من الأمان. عادة ما يأتي الزفت السائل في أنابيب ضخمة، لذا لا يمكنك استخدامه كله مرة واحدة، وتشكل الأطراف المتحجرة من هذا السائل انسداداً في الأنابيب. لتجنب هذه المشكلة، أحضر سدادة قديمة واصنع بها ثقباً لصنع غطاء مثالي لإخفاء العازل السائل. والآن أصبح الأنبوب جاهزاً للاستخدام مرة أخرى دون أي انسداد.